خالد الغندور لعيب كوره، لعبت في الزمالك فترات طويله جدا وحصلت على كم من بطولات كويسه. اتجهت للاعلام بعد كده، والاعلام بقى هو اللي عمل لغط كبير جدا. يعني في الكوره كنت محبوب من كل الناس، في الاعلام دايما هتلاقي اي كلمه بتحسب عليك سواء مع او ضد. مره كنت في التلفزيون في قناه الزمالك، ف لقيت كل مواقع مصر منزله خالد الغندور بيقول ان الزمالك هيشترك في كاس العالم للانديه مكان اوكلاند سيتي، عشان اوكلاند سيتي هينسحب فهو هيشترك مع الاهلي يعني في كاس العالم للانديه، وانه قال الكلام ده في برنامج زملكاوي في قناه نادي الزمالك يعني. وانا قاعد فلقيت بيبعتوا لي بقى المواقع اللي منزله الكلام ده وبتاع، فانا قلت يا عم دول فيك بقى، يقعدوا يالفوا بقى وبتاع ما اعرفش ايه، وان ذكر هذا الكلام في البرنامج يعني. فلقيت مصر كلها يعني نزلت الكلام، وانا ما قلتش حاجه من دي خالص نهائي نهائي، ما قلتش حاجه خالص يعني ولا اعرف الكلام ده. وابتدى بقى لقيت برامج زمايل لينا يعني برامج بقى بيناقشوا الموضوع وبيقولوا خالد قال، وبعد كده الضيف بيرد، وبعد كده بقى بيقولوا اوكي ده ايه اللي بيقوله دوت وما اعرفش ايه، ومصر بقى ابتدت تتكلم على الموضوع والموضوع كبر قوي، وانا ما قلتش حاجه. فطلعت قلت لهم على فكره انا ما قلتش حاجه. فقالوا لي بجد؟ قلت لهم اه والله ما قلت حاجه. وبعد كده شافوا الفيديوهات وحاجات تلاقيني ما قلتش حاجه، فسكتوا خلاص عند الموضوع. الراديو يمكن بيكون اكثر واقعيه شويه، لان الراديو بيعتمد على ودنك انت بنفسك بتسمع. التلفزيون بيعتمد بقى على العناوين، الرنانه اللي بقت شغاله الله ينور الايام دي الترند وبتاع، يقول لك خالد الغندور يهين ما اعرفش ايه، خالد الغندور ما اعرفش، خالد الغندور يقلل من معرفش مين، تمام؟ فتيجي تخش على الفيديو عادي يعني، كلام في الكوره عادي يعني. فهي دي لكن الراديو ما اعتقد ما فيش حاجه يعني ممكن اقولها يعني. هو بص، انت لما بتخلص الكارير بتاعك كنت متجه للتدريب والاداره يعني، وتعينت اول ما بطلت على طول مدير شؤون لاعبين في نادي الزمالك، ثم مدير للكوره يعني. الى ان حصل موقف كده بعد ما تم ابلاغي ان انا مدير كوره، قالوا لي لا ده انت هترجع مدير شؤون لاعبين تاني، وكانت كتبت في الجرايد تاني يوم ان خالد غندور مدير للكره بنادي الزمالك. فاعتذرت وبعت رجعت، عملت برنامج مع هيفاء وهبي كده في لبنان وكده. فوجئت وانا راجع ان استاذ مصطفى السقا كان مدير اداره الانتاج باوربت بيكلمني عشان بطوله 2006، عايزيني ابقى مع عمرو اديب طول البطوله، اقدم البطوله معاه او اتكلم في الكره معاه عن البطوله يعني. فبدأت بفقرة مع عمرو أديب، ثم تحولت إن أنا بقيت مذيع زميل ليه يعني، بنبتدي البرنامج مع بعض كان اسمه القاهرة اليوم. ثم فوجئت إن عمرو أديب سافر الدنمارك بيعمل اللي هي الحاجات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام يعني، فقالوا لي أنت اللي هتطلع ببرنامج القاهرة اليوم. فطلعت عملت رد فعل غير طبيعي، ومنتخب مصر خد البطولة. ابتدى يعرض عليا بقى من اوربت ان انا اعمل تعاقد، وبعد كده جالي الراديو، وراديو كان جول اف ام كده في الراديو، فكان يعني حاجة جديدة كده في الشباب والرياضة يعني، انا حاجة مختلفة يعني. كان الاول نظام في الشباب والرياضة زمان يعني سيداتي سادتي ننتقل الى اذاعة خارجية لنقل الوصف التفصيلي كده، فعملت كده شكل مختلف كان بيخض الناس الاول، لكن نجاح غير طبيعي بعديها. ثم انتقلت بقى للدريم، فكان المشوار يعني هو اللي وداني للاعلام يعني. ولا ندمان ولا مبسوط، ما عملتش طفره رهيبه يعني في التمثيل، ولا عملت حاجه تقلل مني يعني، بالعكس في حاجات دمها خفيف زي كبير قوي، وطبعا كان مسلسل ناجح جدا، وراجل وست ستات يعني، كان كلها مع ميكي ومع اشرف عباقي وسامح حسين، احمد صلاح حسني. الناس بقى تقعد تقول لك صالح سليم اكرامي ما اعرفش ايه، لا انا شايف اللي لعيب الكوره اللي لعب منتخب مصر ولعب نادي اهلي واحترف في الدوري الالماني وبعد كده اتجه للتمثيل ونجح نجاح باهر هو احمد صلاح حسني، او نمره واحد احمد صلاح حسني هو اكتر واحد اكتر لعيب كوره مثل ونجح في التمثيل. كان عرض ان مجموعه من المشاهير هيتجمعوا في لبنان ويعيشوا حياه طبيعيه، وعرض عليا وكان مبلغ مغري جدا جدا جدا، ورغم اغرائيات المبلغ يعني ما تم تعييني مدير للكره، فرفضت البرنامج. ثم فوجئت بان ما بقتش مدير كوره، رجعت مدير شؤون لاعبين تاني،
وكنت بلغتهم بالرفض يعني، لقيتهم ضعفوا المبلغ يعني، كان هو مبلغ كبير وراحوا مضاعفين المبلغ عشان عايزيني في البرنامج، فكان مبلغ مغري جدا. وفي نفس الوقت لقيت في نادي الزمالك بعد ما بقيت مدير كوره بنزل تاني مدير شؤون اللاعبين، فاعتذرت ورحت البرنامج. المذيع الرياضي في ناس كويسه جدا يعني، انا شايف ابراهيم فايق شاطر جدا، شايف كابتن مدحت شلبي دمه خفيف جدا، والناس خصوصا كمان كمعلق كمان يعني الناس بترتبط بإفهاته يعني. كابتن احمد شوبير طبعا اعلاميين الكبار، ما اقدرش اختار واحد يعني، ما اقدرش يعني، انا من الناس اللي انا بحبهم قوي يعني كابتن مدحت شلبي يعني، بحب كابتن مدحت شلبي، بحب اسلوبه طريقته، لكن كلهم متميزين جدا. سيف زاهر يعني شاطر جدا برضو وعامل طفره لنفسه عشان بالسن بقى، كابتن مدحت شلبي، كابتن شوبير، كابتن سيف زاهر، وكابتن ابراهيم فايق. المعلق المفضل بالنسبه لي هم ثلاثه بالترتيب كده، كابتن محمود بكر، كابتن حماده امام، كابتن ميمي الشربيني، المعلقين المتميزين يعني. هو عربي ومصري يعني، بحب احمد الطيب جدا، بحب في التعليق العربي يعني، بحب احمد الطيب وبحب عصام الشوالي.